أهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين، متابعي قناتي قناة عماد ويليام. النهاردة هنقدم فيلم توضيحي أو فيديو خاص بالباوربوينت، وإزاي أحول الباوربوينت اللي عندي إلى فيلم شامل الصوت والصورة والشرح بتاعي. الكلام ده يهم قطاع كبير من العاملين، من السادة العاملين في التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، على أساس نقدر نحضر البرزنتيشن بتاعنا يكون جاهز لأن الطلبة تتلقاه في صورة فيلم، وخصوصا في الظروف الحالية اللي بنمر بيها كلنا. على طول ننتقل إلى الباوربوينت ونشوف هنشتغل إزاي. أنا بفتح الباوربوينت وبيكون عندي الملف بتاعي، الشرايح بتاعتي بتكون موجودة. أنا جايب جزء صغير حوالي 5 شرايح، وعلشان أبتدي أشتغل عليها قبل ما أعملها فيلم أنا أقدر أحط موسيقى خفيفة باك جراوند من قائمة انسيرت، وأروح على اليمين خالص هلاقي أوديو. بالمناسبة الكلام ده هيسري على الأوفيس من أول 2013، يمكن 2010 يكون بصورة مختلفة، و2013 2016 2019 و365 مايكروسوفت 365 اللي انا شغال عليه. لو لقينا اختلاف يمكن يكون اختلاف بسيط، انما هو اوريدي موجود. فزي ما قلنا علشان اضيف ملف صوت كباك جراوند، انسرت اوديو ناحية اليمين خالص، بعد كده هيقول لي هتعمل له ريكوردينج ولا اوديو اون ماي بي سي. هختار اوديو اون ماي بي سي، اختار الفايل بتاعي واقول له انسرت. لما اقول له انسرت هلاقي هنا اوديو فورمات وبلاي باك. الاوديو فورمات في الحقيقه الفورمات خاصه بشكل الكورسر ولونه، ويعني مش زي ما احنا فاهمين، مش بيلعب في الصوت لا. فخلينا نقول في قائمه البلاي باك هي اللي تهمنا، ان انا لما هقول له بلاي باك ان باك جراوند هو اوتوماتيك بيعلم على ال هايد ديورينج شو. انا يهمني هنا الفوليوم، هو هنا في بلاي واد بوك مارك ممكن نبقى نتكلم عليها بعدين في فيديو اخر، ولكن اللي يهمني هنا الفوليوم. انا لو عايزها كتبقى موسيقى خلفيه ممكن اخليها لو، على اساس ان ده هيبقى خلفيه للشرح اللي انا بشرحه على البرزنتيشن. لما احب اسمع او اشوف الباك جراوند اللي انا عملتها، ونخلي بالنا ان هي هتعمل لوب انتل ستوب، يعني هنفضل شغالين طول ما البرزنتيشن شغال هو هيشتغل معانا. ده بالنسبة لخلفية الصوت قبل ما نتكلم في موضوع الفيديو. دي اضافة ممكن نضيفها، لو مش حابين نضيفها مفيش مشكلة خالص، نعمل سكيب للموضوع ده. نعمل سلايد شو. الموسيقى تمام كده، ده لو احنا عايزين نضيف الموسيقى. طيب تعالوا لو احنا عايزين نتكلم بقى في الموضوع بتاعنا والاساسي، وهو تحويله الى فيديو. عشان احوله الى فيديو باجي عند سلايد شو، هقف عند اول شريحة وهاجي عند سلايد شو واختار ريكورد سلايد شو. لما بختار الريكورد سلايد شو بتظهر لي هذه الشاشة. هنا لما ابتدي اعمل ريكورد هنا بيعمل ريبلاي، اعمل ستوب، ولو وصلت للاخر هو اوتوماتيك بيعمل ستوب. بعد كده انا عندي تحت شوية ادوات، منها ان انا يبقى عندي الليزر بوينتر اقدر اعمل بيه، ممكن اضيف بعض الخطوط والكتابات اثناء الشغل بالالوان اللي موجودة، وممكن ان انا اشغل الكاميرا او ما اشغلهاش زي ما انا عايز.
هي حاليا شغالة، ممكن نطفيها ونشوف هنعمل ايه. طيب اوكي، دلوقتي نبتدي مع بعض نشوف التسجيل. لما اجي اعمل ريكورد، زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي احنا بنتكلم عن التفكير والابتكار وازاي يكون تفكيرنا خارج الصندوق. هنشوف بعد كده ان احنا نشوف الكلام اللي احنا بنقوله، ان انا لو عايز اوضح او استعمل الليزر وانا بشرح، اذا كنت دائما تفعل ما تعودت فستحصل دائما على ما تعودت الحصول عليه، ولو انا عايز اعمل هايلايت او اكتب او اعمل دورية برضو مفيش مشكلة. ممكن اغير اللون اللي انا بشتغل بيه اثناء العرض. كل ده بيتسجل معايا في الفيديو، الموسيقى معايا في الخلفية برضو زي ما انا قلت، اذا حبيت ان انا اعمل هايلايت لجزء باي لون برضو مفيش مشكلة. اول ما بيخلص السلايد شو هيخلص معايا زي ما اتفقنا، انا اقدر اشغل الكاميرا زي ما قلت، انا اقدر اشغل الكاميرا اثناء الشرح برضو على اساس يبقى برضو الناس شايفاني، وممكن ان انا ما اشغلهاش واقفلها. في جميع الاحوال بعد ما بنصل الى نهاية العرض بيقف معايا التسجيل، وعلشان احوله بعد كده الى فيديو من قائمة فايل هختار اكسبورت، ومن اكسبورت كرييت ا فيديو. هنا هيظهر عندي الفول اتش دي 1080، ممكن الالترا اتش دي، وممكن اللي هي 4K، وممكن ال 720 على حسب الجودة بتاعت الفيديو، وعلى حسب طبعا احنا كل ما اخترنا جودة عالية هياخد وقت طويل في تجهيزه وهياخد حجم اكبر. ال HD 720 يمكن يكون بالنسبة للبي سي او الحاجات الصغيرة مفيش مشكلة، عايزين فول اتش دي برضو مفيش مشكلة، نختار فول اتش دي. وبعد كده بعمل كرييت ا فيديو. لما بيقول لي كرييت ا فيديو بيقول لي هيبقى اسمه ايه ومتشال فين، فا اوريدي هيكون في مثلا دوكيومنت 1 ويسميه برزنتيشن 1، هنقول سيف، هلاقيه تحت هيبتدي يعمله على حسب الوقت اللي خدناه. طبعا هو بيسجله وزي ما اتفقنا انه بياخد الصوت والصورة والشرايح والوقت وكل حاجة وبيسجلها في الخلفية، بيعمل لها ريندر دلوقتي او بيحضرها كفيلم فيديو. الاكستنشن بتاعته بتكون MP4 في المكان اللي انا قلت له عليه. بعد كده نقدر ناخد الفيلم ده ونوديه في المكان اللي الطالب يقدر يحصل عليه منه من خلال الانترنت او من اي صورة اخرى. هننتظر لحد ما يخلصه، انا معرفش هو بياخد وقت قد ايه، لكن هي بتعتمد على متغيرات كتير، منها عدد الشرايح والوقت اللي اخدناه في التحضير، وفي نفس الوقت سرعة الجهاز وامكانياته والذاكرة بتاعته. فهنستنى لحد ما يخلص، وبعد ما يخلص هنرجع لكم. خلاص هو خلص، هنشوف ازاي الفيديو موجود. كان موجود في documents، شوف presentation 1، زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي احنا بنتكلم عن التفكير والابتكار وازاي يكون تفكيرنا خارج السجن.
زي ما قلت انا هقدر اشغل الكاميرا اثناء الشرح برضو على زر بعد ما بنصل الى نهاية. خلص كده الفيلم في وقتها، وبكده نكون اتكلمنا عن الباوربوينت وازاي احوله الى فيديو. مرة تاني هي من قائمة سلايد شو وريكورد سلايد شو، لما بدوس عليها بشتغل عادي جدا، وزي ما اتفقنا اتعرفنا على كل حاجة منهم، وفي النهاية بعد ما بخلص باجي من اسف ده من قائمة فايل، بختار اكسبورت، بعدين كرييت ا فيديو، بعد كده بختار جودة الفيديو، قلنا يعني 720 ممكن تبقى كويسة، ال 1080 هتاخد وقت شوية، الالترا اتش دي الستاندرد ده مش بطال برضو، بس لو تعرض على شاشات كبيرة ممكن تكون الصورة مش كويسة. هو بعد كده بيختار ان انا بعمل التايمز والنريشن اسف، بعد كده بقول كرييت فيديو واسميه واعرف مكانه، وبكده يكون الفيديو جاهز. ارجو ان يكون الفيديو ده وضح الصورة اكتر لازاي ان احنا نستخدم الباوربوينت والبرزنتيشنز اللي عندنا علشان تبقى في صورة فيلم فيديو للطلبة. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.